بسينما اليوم معنا ثلاث أفلام، اثنين ألمانية واحد أمريكاني على بوسني. بندق كيلينج سيزون، The Lives of Others وباربرا. بلش بكيلينج سيزون مع ترافولتا ودينيرو. يعني جون ترافولتا عم بيجرب يعمل كومباك على عالم السينما، بس كنا عم نحكي كمان قبل هيك انه بعد ما مافيا نسي من ساتردي نايت فيفر وجريز، مش عم نقدر نظهر من الرأس. كل الافلام اللي فيها يعني ما فيك تذكر فيلم واحد كان عم ينجح له، حتى بادوار الاكشن اللي كان عم ياخذها. يعني في اكثر فيلم كان عم بتذكره هو فروم باريس وود لاف، يلي كان منيح بس انه ما كثير حبوه الكريتكس. فهون عم بيجرب يعمل كومباك تاني مع روبرت دينيرو بكيلينج سيزون. الفيلم بيحكي عن اثنين فيترنز، شخصين كانوا عم بيحاربوا، كل واحد كان بجبهة. فروبرت دينيرو هو كان هالشخص الامريكاني اللي كان موجود بالحرب اللي كانت عم تصير ببوسنيا، وجون ترافولتا هو الصربي يلي كمان كان موجود بهالحرب، ويلي عنده طار مع مع دينيرو، بده يخلص حساباته معه، بده يصفي حساباته. مزبوط، بده يصفي حساباته. فالاحداث الموفي بدور كلها بغابه، بما انه روبرت دينيرو بيكون قرر انه هيك ياخذ عزله صغيره عن العالم ويكون موجود لحاله ليريح باله لينسى هالقصص البشعه اللي بيقطع فيها. خلص اخذ مثل التقاعد تبعه، طلع بده يرتاح، بده يغير جو. وهون جون ترافولتا بيلحقوا هالمحل، وبتصير اتس تشيس، يعني اثنيناتهم عم بيلحقوا بعضهم ليكونوا عم بيصفوا هالحسابات. يعني رجعت الحرب بس بيناتهم لحالهم، يعني حرب صغيره اذا فينا نقول 100%. ف اتس ا جود موفي، شخصيا ما حضرته يعني، بس انه بس الكريتيك كانوا قاسين عليه. يعني قالوا على دينيرو كمان، على دينيرو اكثر شيء، لانه قالوا انه حطوا له اسمه بس من شان الماركتينج تبع الفيلم، وانه ما كان كتير ناجح يعني بالفيلم، انه مثل كانه ممثل هيك من يعني مش من قلبه، بس كرمال ماني وايز، كرمال المصاري. صحيح. يعني انا روبرت دينيرو بنعرف انه الكارير اللي قطع فيها اول شيء من خصوصا هالايتاليان موفيز، المافيا، ادوار المافيا اللي كان يلعبها اللي كثير اشتهر فيها بالبدايه. بعدين اليوم اول ما تقول روبرت دينيرو الكل بيتذكره بهالافلام عن جد اللي نجحت، خصوصا ميت ذا بيرنتس بادوار الكوميدي يلي كان عم بيخدها ميت ذا بيرنتس. بس ما عاد عندها الثقل يلي كان عنده افلامه القديمه. بعدين اذا بتطلع عليك انه شكلهم اثنيناتهم مغير فيزيكلي، تغيروا يعني على يعني الشاشة. جون ترافولتا ما بعرف ما بعرف فروم باريس وود لاف سورد فيش، ما انت حاطط راسك براس جون ترافولتا انه يعني يدل على ساتردي نايت فيفر وغريز، يعني يرجعوا يعملون، لان هذا بتعرفي كثير دارجه نفس الافلام كنا نحضرهم من زمان عم يرجعوا ينزلون. فيرجع يخدم بعدين الميوزيكلز هن يعني كلاسيك، ما بيموتوا، they never fade away. صح. Anyhow، فهالفيلم اوريدي موجود بصالات السينما العالم اللي حابين يكونوا عم بيحضروا، لا دينيرو ولا جون ترافولتا. ايه اتس نيو ريليس هلا. اتس نيو ريليس، اذا التريلر موجود اول ما يصير حد يدغري فيها نحضره. ف اتس ا جود موفي، يعني عم نحكي عن اكشن دراما وثريلر، والتريلر صار ريدي سو نحضر سوا. ليتس جو. Where are you going? Hunting. Hey, Dad, it's Chris. Tomorrow is Matt's baptism. We were hoping you'd come down. Things just keep me a little busy up here. You sure you're all right out here? Well, I'm gonna head back. You're welcome to join me. Long way from home, aren't you? I came for trophy. You're hunted like me. Tomorrow you should come with me. We had another hit to your collection. Hello? Kovac. What the hell was that? It looks like we are not brothers in arms after all, Colonel Ford. What do you want from me? To finish what we started. You're not Bosnian, you're Serbian. We're both killers, you and me. It's time to confess. How's it feel to be the one getting tortured? You want a war? Come and get it. شو إلي؟ ما بعرف.
بفضل انا احضر فيلم ارجع مره ثانيه فيلم جوبز يعني اتس بس اجل يعني هيداك غير شيء كاتيجوري جون ترافولتا ما بتعرفوه يعني الناس اللي عم بيحضروا دي في دي بعدهم ساتردي نايت فيفر مش رح اقول لكم شو قال لي عنه لجون ترافولتا من ثانيه يعني خليني ما اخبركم فهيك انه ما مش ما بعرف اتس ا جود موفي يمكن فيكم تحضروه يمكن حتحبوه يمكن يعني. في ناس بحبوا اتس ا ثريلر يعني نوع من الافلام فيو سسبنس واكشن للناس اللي حابين يحضروا هيك افلام يعني Alright. يلا مننقل للفيلم الثاني. ثاني فيلم. The Lives of Others. بلشنا بألمانيا. يعني واضح من التايتل تبعه الفيلم إنه حدا عم بيشوف حياة غيره. يعني بيحكي إجمالاً عن التجسس ولكن التجسس تحول لشيء ثاني. صار شغف عنده لهالشخص اللي عم يتجسس عليه. هي القصة بتبلش ب East Germany بدور أحداث هالموفي بسنة 1984. والمشكل بيكون انه في احد القادة العسكريين بهالفتره بيقرر انه يكون عم بيراقب كابل لانه بيشتبه بكثير امور عم بتصير بحياتهم وهالكابل ما بيكون كابل عادي رانيا عم نحكي عن مسلي وعن كاتب فبيكونوا مجوزين يعني عايشين مع بعضهم وبيطلب من احد الاشخاص انه يكون عم بيراقبهم ليتجسس عليهم ليعرف شو عم بيصير بحياتهم وهالشخص اللي بيكون عم يتجسس عليهم بتنتهي قصته انه بيتعلق بقصتهم وبيصير مشوق ليعرف الاحداث اليوميه اللي عم بتصير معهم يعني كانت مهمه صارت غرامه صارت حبه وشغفه يعني شوية فايوريزم اذا فينا نقول True. يعني الناس اللي بياخذوا حياه من حياه غيرهم وانا بفتكر بذكر بفيلم هيتشكوك لافنات داكوتي يلي كمان بيكون كل حياته عم بيراقب غيره عم يطلع على الشبابيك تبع العالم ليشوف شو في وراه هون واخر شيء بيشوف كرايم هلا مش رح نرجع لهيتشكوك انا بحبه كثير بس بيصير هيك يعني بالاخر بيصير معلق بحياة هالشخصين يلي عم بيراقبهم وبتبعد القصة عن التجسس 100% اخذ كثير جوائز ترشح كثير جوائز واخذ الاكاديمي اوورد لبست فورين فيلم فا it's a nice movie للعالم اللي حابين يكونوا عم بيحضروا فيلم هيك منه كتير قصة كليشيه بيصير شوية social يعني ببلش حرب وجواسيس الطبيعي العسكري يكون موجود فيه بيتحول لشوي social على شوي psychologic مش رح نخبركم شو بيصير بالآخر حضروه شوف تريلر يلا شوف تريلر سوا Georg Dreimann. Das ist ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich würde ihn überwachen lassen. Der OTS steht ab morgen früh auf dein Zeichen für die Verwanzung bereit. شو يا إلي؟ The Life of Others. أول شيء إذا لاحظوا الفيلم هو باللغة الألمانية فربح هو Best Foreign Movie ونعتذر منكم مش رح نقلكم أسامي الممثلين مش لأنه مش رح نعرف نقولهم بكل صراحة هلا ذكرتيني من زمان في فترة حتى أكثر فيديو يمكن أخذ درجة عسيرة الأسامي في الفولكينو يلي اختصروه صار اسمه E13 يلي من وراء أثر على حركة الطيران بأوروبا وغير كل شيء كان اسمه كتير معقد يعني 16-17 حرف وكلهم فويل حد بعضهم يعني أو إي إي لا عن جد في إشياء صعب لفظة يعني من بلد للتاني في أحرف ما بعرف anyway. نظهر منه إلى الموفي يلا منفوت على باربرا باربرا فيلم كمان بيصير سوشيال آخر شيء بتكون طبيبة بشرق برلين كمان وبتقرر تظهر من من
من منطقتها بدها تهرب ما حبت العيشة هنيك وخلص بدها تروح تشوف مستقبلها بغير محل صحيح بقى بيكتشفوا انه هي بدها تجرب تهرب بينفوها على ابعد محل عن الناس وبيكون بمستشفى كتير صغير يعني بتحس انه خلص البوتنشل تبعها مثل راح وما بقى عندها لذة يعني لا بالشغل ولا بشي ولكن شو بيصير؟ بتنغرم هنيك بطبيب بتتعرف على طبيب وبتنغرم فيه وبتغير بتتغير كل أفكارها وبتغير رأيها يعني بتصير ضايعة بين أنه تترك البلد تجرب ترجع تهرب أو بتضل يعني بتضيع بين عقلها وبين قلبها إذا فينا نقول بين شغلها والمستقبل تبعها وبين إذا بتضل مع هالشخص يلي عن جد كتير ارتاحت معه وكتير حبته تفق البحب ورانيا بهالأفلام هو إنه كثير وقت نحن منقطع بظروف مشابهة يعني إذا بدنا نبسطها هلأ يمكن ما عاد في هالإنقسام بهالطريقة هون عم نحكي عن ألمانيا إيه هلأ عم نحكي أكيد عن قبل ما يشيلوا جدار برلين بس إنه اليوم يمكن كثير منقطع بسيميلر هيك مواقف مشابهة لأن يمكن تكون عم تفكروا تظهروا وتشتغلوا برا يا ما بتضلوا هون ما عم بقطع فيها المشي شو قصدك؟ عم تحكي عن حالك شيء ما بعرف ليه حسيت انه في شيء بيرسونال بالموضوع لا 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 بس انه لا لان انتوراجي اكثر شيء يمكن بيصير بهالمشي خصوصا بعد ما تخلصي كل دراساتك بيصيروا انه بيكون في شخص بحياتهم يا ما بدهم يتركوا هالشخص يظهر برا يا بيقولوا بتكمل عليها اوقات بتكمل اوقات ما بتكمل فهالخيار ابدا منه هين صحيح يعني عن جد بهيك فيلم بتتعلمي منه يعني هالافلام منهم هو التشيك فليك موفيز بنقول لهم الكثير فاضي الفيلم ما فيه شيء لا فيه معنى ثقيل فيه تقل بتظهروا انه في بتكون تفكروا بالفيلم يعني اتس ا جود موفي بتضيعوا يعني مع هالشخص بتعملوا شويه ايدنتيفيكاسيون عليها يعني لانه بتصير كثير بالمجتمع وبعدين صعب يعني اصعب قرار هو انه تختار يعني تختار مستقبلك بالنتيجة. شو كنت بتعملي ناديه لو كنت محلها رانيا كنت اكيد بالحق قلبي انا ما بفكر فيها مرتين يعني انا الحب بالنسبه لي شغله كثير مهمه يعني ما فيني اعيش بربر عملت نفسي قال انا عم جرب اخبركم نهائي لا انا ماني حاضر عم بسالك قال بربر تكون نفسي ما راح لك لازم تحضروا لي لتعرف شو صار ما فينا هيك بالتريلر ما بيبين شيء كذا ابدا خلينا نشوفه Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Wenn Sie mich im Alter abholen, kannst du irgendwas für mich tun, Frau Doktor? Ich kann nicht nach Torgau zurück. Ich halte es da nicht aus. Können Sie was für Stella machen? Kove ist eine Vernichtungsanstalt. Ihr Ehemann. Machen Sie das öfter? Da sterben wir leichter. Arschlöchern helfen. Da steht ein altes Holzkreuz. Und dort beginnt ein Hohlweg. Und unten ist das Meer. Das ist der schönste Ort, den ich kenne. في شيء كتير يعني بيدقرك بالفيلم الميوزك
ميوزك حسيتي فيها أكتر مني. إيه. كنت بعدني عم بعلق على الموضوع إنه الميوزيك بتلحق قلبك. شوبان ما هيك؟ شوبان أخدين من شوبان ومبين البيانو أصلاً يعني الميوزيك بتروق وتفوتك أكتر بمود الفيلم. لا تلحق قلبي. كيف حسيت المود؟ أنت بالأول ما كنت منقز منه شوي. إيه بس تعرف يعني هيك فيلم بده قاعدة يعني بديك تحضري و إنه تهدي مرتاحة يعني بتركزي فيه لأن فيلم منه بسيط في كتير مساجات بتكون عم تقطع فيه سو. يعني بدك تفوت بالبسيكولوجي دي بيرسوناج إجباري. الميوزيك كون بتساعدك. صحيح بالميوزيك بتساعدك تفوت بالمود بس بده تركيز لحتى تعرف كل شخص شو قصده شو عم بيفكر شو عم بيحس خصوصا very true. أنا آخر فيلم بدي أحكي عنه هو الكازوزا يلي على تيشيرت حبيتيها تقدم باردا هيدا هيدا الكازوزا عملت ريفولوشن اليوم الصبح الكازوزا كل الناس سألوا عنها مسائلي very nice shirts بحبون more to come بتلبق لك على كل الأحوال إلي مرسي anytime. نحن رح ننتقل لعند ستيفاني. بونجور ستيفاني. هاي ستيف. Bonjour, ça bonjour, va? Bonjour. شو well done اليوم؟ شو عندك؟ اليوم عنا كتير قصص. أول شيء شوبان نعسنا. كنت بفضل موزار لأنه سي بلو جي. كل واحد عنده وجهة نظره. كنت بفضل توباك أنا. مثلاً. أنا مش رح أقلكم مين تفضل. فكروني عم بعمل دعاية. لا أنا عم بحكي عن ميوزيك كلاسيك. بفضل أكتر شيء موزار. بس شوبان يعني با مال يعني بس حسب المود بينقل كمان الموسيقى مش دائما المود تبعه هيك شوبان حرام يفو با لو ساكي انا حبيته اليوم كتار من العالم قاعدين ببيوتهم عم يحضرونا بوجه لهم تحيه كثير كبيره اضراب اليوم اضراب واليوم رندا ببالانس بدها تحكي عن الامراه المرضعه يلي شو لازم تاكل لما الولد بيعمل كثير كوليك بقى هيدا الموضوع اليوم وكمان مع مارك بيروتي بإيكو بدنا نحكي عن البلو أنيمالز كل الحيوانات يلي لونهم أزرق كمان اليوم عنا كوكينج مع مارون شديد واليوم بده يحضر لنا مارون تارتين أوف كريسبي فيجيتابل أون روستد بريد مزغل الاسم كل هالشعر هلأ بعطيكم الانجريديون بعد شوي أوكي تفضلي yeah.